السلام عليكم، اهلا بكم على حدث اليوم، حلقه جديده. انا هاني، ولقاء يتجدد بسعد بيه دايما بتعليقاتكم وتواجدكم. رجاء ان تفعيل الجرس والسبسكرايب وشير في الجروبات لاستفاده الغير بهذا المحتوى الذي ارجو ان ينال رضاكم واعجابكم. سر التخلص من الخامنئي وتمسك نظام الملالي بالعراق، ايضا ايه السر في انه الاجراءات الإيرانية اللي هي تم اتخاذها بعد زيارة بوتين بعدم رغبة طهران في العودة للاتفاق النووي. كلام مهم جدا، ولكن هنبدأه بسر النظام العالمي الجديد من أنه يجب التخلص من الخامنئي، ولكن الخامنئي متمسك بالعراق، تمسكه بالعراق أي تمسكه بوجوده وبقاؤه في إيران. لكن الحقيقة الثابتة إن حان الوقت للتخلص من الخامنئي وإقصاؤه لصالح حتى الشعب الإيراني. مصالح دولة إيران أو الكيان الإيراني وحلفاء إيران، سواء العراق أو حلفاء إيران، روسيا، الصين، أو الحلفاء اللي تقدر أنت تسميهم على حسب فهمك ودرايتك بأمور إيران، حتى قبل خضوع إيران للخليج العربي وليس للغرب. يعني إيران تحس أن هي في الأونة الأخيرة خضعت للخليج بمحاولة للتقرب. ده شيء مدلولات مهمة جدا، أن النظام الإيراني أصبح في حالة ضعف كبيرة جدا. الشرح هنا بيطول لتعقيدات الموقف جوه إيران، لكن الحقيقة المؤكدة أنه النظام الخامنئي والحرس الثوري اللي هو بيسند الخامنئي ونظام الملالي، أنه ما لم يستجيب النظام الخامنئي للنظام العالمي الجديد والمتغيرات العالمية الجديدة، وأن النظام الإيراني إن لم يتعاطى مع النظام العالمي الجديد، وأن هو يبعد عن الخزعبلات الخيالات الطائفية، فإن الفوضى ستعم إيران من الداخل والخارج. من الداخل يعني فوضى إيران هتبقى من الداخل، هتبقى فوضى كبيرة جداً، مش موضوع مظاهرات عشان خاطر الحالة الاجتماعية، لا، فوضى هتكون في إيران من الداخل، أي يتم تقسيم إيران، يعني البلوش والأحراز وكل الأربع أو الخمس الدول تعتبر هي عربية وتم احتلالها من 100 سنة تقريبا. طب من الخارج هيتم فوضى خارج إيران من أزرع إيران، يعني العراق، يعني سوريا، يعني لبنان، حتى اليمن. اليمن لن ينأى عن الفوضى اللي ستعم فيها نتيجة إضعاف إيران، لأن اليمن تعتبر مهمة جدا لا تقل أهمية عن العراق، مكانتها، سيطرتها على خليج باب المندب، يعني ليها أهمية كبيرة جدا. لكن هنا الخامنئي يعني بالنسبة له العراق مهمة جدا، وانه لدرجة انه العراق بيتمسك، الخامنئي بيتمسك بالعراق وبيشحن مقاتلين، يعني الاطلاعات اللي هم الاستخبارات الإيرانية شحنت ما يقدر بحوالي 68 ألف مقاتل إلى الحدود العراقية، دي مصادر بتؤكد ذلك، بل انهم يتجهوا الى السيطره على سامراء، ومنها بقى الانطلاق. ايه السبب انه الخامنئي بيعايز يتمسك بالعراق؟ العراق هو بالنسبه لايران مساله وجود، يعني العراق هي عمق ايران، فصل العراق عن ايران هو فصل، يعني انبوبه الاكسجين بالنسبه له. ليه؟ العراق بالنسبة لإيران هي يعني رؤية النظام الخامنئي والحرس الثوري نفسه، أنه بقاء العراق هو بقاء النظام الإيراني. إيران
امتصت العراق، امتصت خيرات العراق، تم نهب العراق وسرقة العراق، كهربة العراق بتيجي من إيران، عايزة إيران تفضل إن هي تبيع الكهرباء للعراق اللي بمئة مليون دولار يبقى بمليار دولار، اللي بمليار دولار يبقى بثلاثة مليار دولار. وعلى فكرة الفلوس اللي بتتسرق ما بتبقاش لجيوب الفاسدين في العراق بس، لا ده بيتم السرقة دي بتتم مناصفتها مع إيران نفسها، ففي الآخر النابق بتودع أجزاء منها كبيرة جدا في إيران نفسها، كهرباء وغاز، حتى الخضروات، حتى الزراعة. بعد ما حرقوا العراق والأماكن الزراعية الخصبة ابتدوا أن هم يستوردوا كل المواد الغذائية من إيران تقريبا بنسبة كبيرة جدا. هنا بيبقى يعني إزاي الخامنئي يتنازل عن، أو النظام الخامنئي يتنازل عن العراق وهو بالنسبة له حياة أو موت. ولكن اللي مش قادر يفهمه الخامنئي، لكن وهو فهمه طبعا، انه بالنسبة له النظام العالمي الجديد هو مش عايز الخامنئي. الكلام ده هنشوفه واقع ملموس في الفترة اللي جاية، لكن انا هذهب معاكم الى يعني رأي تاني، يعني في رأي تاني، يعني انت لازم تحط الرأي والرأي يعني ممكن تقول ان هو رأي غريب شوية، ولكن ده رأي فيه عمق شوية، علينا ان نتقبله او نرفضه، كل واحد ووجهة نظره. النظام الإيراني القائم الآن هو بيعيش في حالة ضعف وهوان وعدم استقرار، ده شيء مؤكد، مع انقسامات حادة داخلية. الإبقاء على النظام الإيراني الحالي اللي هو بيلتمس إن هو عايز يبقى في علاقات دبلوماسية مع دول الخليج، حسين عبد اللهيان هيزور الكويت في خلال الأيام القليلة القادمة، عودة السفراء مع الكويت مع الإمارات العربية المتحدة، لكن حتة إنه عودة العلاقات ما بين السعودية وما بين إيران، ده الكلام ده عايز نتكلم فيه في حلقتين، لأن الموضوع ده مش سهل، من الصعب جدا عودة، يعني أقدر أقول لكم إنه عودة العلاقات ما بين السعودية وما بين إيران زيها كأنها زي يعني كأن مثلا هتعمل اتفاقية سلام ما بين السعودية وما بين إسرائيل. هل اتفاقية السلام بين السعودية وإسرائيل سهلة؟ لا، لأن في شروط سعودية، كذلك في شروط سعودية على إيران، إيران مش هتتقبلها. طب إيه وجهة نظر السعودية في أنها عايزة تتخرب مع إيران؟ دي أمور فيها يعني خفايا وأسرار سعودية هيتم كشفها في وقتها. ولكن نرجع هنا ل يعني حالة الضعف وعدم الاستقرار اللي موجودة في إيران و انقسامات حادة داخل إيران، لكن في وجهة نظر ممكن تبقى غريبة شوية، يقول لك إنه الإبقاء على النظام الإيراني الحالي هو أفضل يعني مليون مرة من سقوط النظام الحالي. ليه؟ مجيء التيار الوحيد المؤثر بالساحة الإيرانية وهم الإصلاحيين الليبراليين وتوليهم السلطة في إيران، دول أشد عداوة وخبثا وحقدا وكرها للعرب عامة وخاصة لدول الخليج. والكلام ده مش هيبقى ملموس إلا لو نظام الفقيه ده أو الخامنئي ده تم إزالته. طبعا في ناس هتقول لك إحنا نظام الفقيه ده بقاله 43-44 سنة، لابد من يعني خلاص إحنا نسمح للنظام العالمي الجديد أو النظام العالمي يشيله، ونبقى نشوف هنتكلم إزاي مع النظام اللي هو الإصلاحيين الليبراليين اللي هم الوحيدين اللي هيقدروا يسيطروا على الساحة. يعني إذا تم إزاحة الخامنئي بنظامه بالحرس الثوري بكل الكلام ده كله، النظام الإصلاحيين الليبراليين هم الوحيدين اللي هم هيتولوا السلطة، لأن هم دول الوحيدين المجهزين أو اللي هم هيحلوا محل الخامنئي، لكن دول عداوتهم للعرب أشد، خبثهم أشد. بصوا يا جماعة، أيا كان مين إيران، يعني إيران ده هيتغير فيه، حتى لو مريم رجوي جت، ما هي يعني تبعهم، هي تبعهم، هتبقى برضو يعني الكلام شيء، ولكن
هو نظام يعني الإيرانيين هو عقليتهم كده، عقليتهم كده، الكيان الفارسي عقليته كده، هم عقليتهم كده، تصرفاتهم كده معنا مع العرب، عندهم عداوة من ناحيتنا، عندهم خبث من ناحيتنا، صعب جدا التعامل معهم. إذا انتقلنا إلى الإجراءات الإيرانية المتخذة بعد زيارة بوتين، شيء غريب جدا، بعد زيارة بوتين لطهران الأسبوع الماضي كل المؤشرات أو كل تصرفات إيران تشير إلى عدم رغبة طهران في عودة الاتفاق النووي. حتى رئيس مجلس المحافظين بالطاقة الذرية تصريحاته كلها إنه إيران، إحنا مش عارفين إيران يعني بتعمل إيه في المفاعلات النووية بتاعتها، إيران ما بتتكلمش معانا، ما فيش أي حاجة خالص. يعني حتى الإجراء الأخير اللي يعني إيران قالته في 48 ساعة الماضية إنه ما فيش تركيب لكاميرات جديدة، ويعني إن إيران إحنا مش هن يعني مش هن مش هن مش هنشارك مع المجلس المحافظين للطاقة الذرية بأي حاجة، الكاميرات مش هتتركب وإحنا يعني إحنا هنبقى على ما هو عليه كده. ف قلقانين جدا. حتى ماكرون رئيس فرنسا قال إن من مصلحة إيران إن الانتهاء من الاتفاق النووي، رغم إن ولي العهد السعودي هيزور باريس في الغالب يعني غدا أو بعد غد، هو هيزور باريس يعني زيارة لمدة يومين، لكن فرنسا شايفة مصالحها مع إيران اتفاق النووي عشان خاطر يبقى فيه غاز ويبقى فيه بترول ويبقى فيه مصادر أخرى من الطاقة حتى لا تعول على يعني شمال أفريقيا أو حتى لا تعول على الخليج في كل مصادر الطاقة. فلأن ما ننساش أن فرنسا علاقتها هي وبريطانيا بالنظام الخامنئي علاقات قوية يعني من الباطن مش من الظاهر، ولكن دلوقتي في الوقت الحالي بقت الأمور كلها واضحة على السطح، يعني دي حقيقة ثابتة. لكن يعني الاتفاق النووي واستخدام إيران يعني الاتفاق النووي في مناطق النزاع مع الغرب، ده في شيء جديد جدا بيتم، حصل يعني بوتين لما زار إيران حصل شيء غريب جدا، إنه يتم استخدام إيران، إيران اللي كانت بتستخدم أزرعها من حزب الله في خلال الثلاث أشهر الماضية، كان في مقاتلين من حزب الله ومقاتلين سوريين تابعين لحزب الله كانوا بيقاتلوا مع الأوكرانيين ضد الروس، لكن دلوقتي بوتين لما زار إيران ابتدت في مصادر حتى داخلية في إيران تتحدث، وفي خلافات شديدة جدا جوه إيران دلوقتي إن إحنا إزاي إن إحنا نتحالف مع روسيا في النزاع الأوكراني بدون تفاصيل، بدون تفاصيل. إيران أصبحت في مع روسيا ضد أوكرانيا بيتم، حتى إن في نائبة قوية جدا في البرلمان الأوكراني حذرت صباح اليوم الثلاثاء إيران من إن هي تتدخل في الحرب ما بين أوكرانيا وما بين روسيا، وإذا حدث هذا الأمر، ده تبقى لتصريح النائبة الأوكرانية، إذا حدث أصل الأمر ده هيكون في رد أوروبي على إيران. لا أعتقد إن هيكون في رد أوروبي على إيران، لأن أوروبا ما بتردش على إيران في أي شيء، حتى لو إيران تحالفت مع روسيا ضد أوكرانيا. كانت أوروبا ردت على إيران في موضوع النووي، لكن الأمر لا مش كده خالص. ما فيش دولة أوروبية ولا حتى أمريكا بتحاسب إيران، لأن ما فيش حد هيحاسب كلب رباه. ما فيش حد يعني انت مش هتحاسب على واحد ربى كلبه وفي الاخر الكلب ده هو عند الجيران مش عندك انت، يعني بعيد عنك. فبالتالي انه لكن الغريب جدا انه الامر ده يعني التحالف روسي او استخدام روسيا لإيران في حربها هناك امر غريب جدا، لكن تفسيره مش احتياج روسيا لإيران نتيجة ضعف روسيا، لا لا الامر مش كده خالص، لكن هيتم استخدام أزرع إيران في أوكرانيا لإشغال أوروبا بغير جنود الروس، يعني مش روسيا اللي هتحارب،
يعني ابتدى يعني بوتين عايز يستخدم جنود غير جنوده لإشغال الأوروبيين، زي ما أوكرانيا المرتزقة الإسرائيليين اللي موجودين هناك بيحاربوا هناك، مرتزقة أمريكيين ومن كندا ومن كل البلاد الأوروبية بيحاربوا مع الأوكرانيين مرتزقة. فبالتالي برضو إيران من الدول اللي هي عندها مخزون قوي جدا من الإرهابيين والمرتزقة. يعني إيران محترفة في استخدام المرتزقة، يعني دي المرتزقة نفسهم. فبالتالي بوتين قدر ان هو يضغط على إيران، وان هو مش يضغط، يعني مش موضوع ضغط، هو بيدي أوردر لإيران، إيران تنفذ، لان يعني إيران مصالحها مع روسيا، او بتشوف مصالحها مع مين، شايف مصالحها مع روسيا، لكن مش هيكون ضد مصالح، يعني لكن مش هيكون على حساب الخليج. يعني الأمر ده محسوم بنسبة 1000%. بوتين مش هيشتغل أو مش هيستخدم إيران ضد دول الخليج. وبالعكس صحيح إن دلوقتي الموضوع الملف النووي ده تم، أو يعني الاتفاق النووي يعني تباطأ تماماً، مفيش أي إجراء فيه. في تشابك مصالح كبير جداً في المنطقة، لكن من ناحية تانية إنه التخلص من نظام الخامنئي، النظام الخامنئي يعني يهمه إيران نفسها؟ لا، ما يهموش إيران نفسها، بدليل إن إيران اقتصادياً ضايعة، بلد رايحة في داهية. إيران بتهتم بس اللي هي بتاع دوت الصواريخ والمسيرات وبتاع دوت اللي هي اللانشات البحرية اللي تستخدمها الحرس الثوري، يعني الأمور دي بس. لكن إيران ما يهمهاش يعني إن هي ترتقي اقتصادياً، يبقى عندها بورصة قوية، يبقى عندها شيء قوي، إن هي دولة قوية اقتصادياً، لا ما يهمهاش، ولا حتى المواطن العادي ما يهمهاش الأمر ده، ما يشغلش بال إيران بشيء. اللي يشغل إيران هي الناحية العسكرية اللي هي بتستخدمها كفزاعة. ليه مش كفزاعة؟ هي كمان إيران نفسها ككيان إرهابي ما بيفكرش لغير اللي بيخدم مصلحته، واللي هو بيأمن مصلحته، بيأمن بقاؤه، بيأمن وجوده، استخدامه للأسلحة اللي هي بتخدم مصالحه، صواريخ باليستية، مسيرات، اللي هو بيحاول يستخدمها مش من داخل إيران، بيحاول يستخدمها، بيشحنها للدول الأخرى اللي هي أصبحت الركائز الأساسية. لكن الأزرع دي إن شاء الله هيتم إنهاء وهيتم اكتفافها. النظام العالمي الجديد هيغير شكل كتير جدا في المنطقة، ولكن هيكون الركيزة الأساسية ليه دلوقتي هي إيران والعراق والأزرع بتاعتها والدول التي احتلتها إيران، اليمن، العراق، سوريا، لبنان. انتظروني في حلقات أخرى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.